استهداف الدعايات الانتخابية في البصرة والتي وقع آخرها على تحالف القيادة واجه رفض كبير من مختلف الشرائح البصرية التي اعتبرت تلك التصرفات غير حضارية ولا تعبر عنهم. موضوع انه تمزيق يعني الصور اللي خاصة بالمرشحين، يعني اتصور انه هذا موضوع مو حضاري البداية يعني. والشيء الثاني يعني اذا هو عنده عداء شخصي لهذه الشخصية المعينة لا ينتهي الموضوع، يعني موضوع التمزيق هذا يعني اشوفه مو مناسب جدا. بالنسبة للتمزيق صور مرشحين ظاهرة سلبية، لان انت شخص اذا ما تنتخبه لا تنتخبه. مكتب حقوق الإنسان في البصرة أشار إلى رصد ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية في عدد من المناطق، فيما أكد أن تلك الأفعال لا تصدر من المواطن البسيط بل تندرج ضمن الاستهدافات التي تتحقق بدافع من الجهات السياسية المتنافسة. نحن كمراقبين نلاحظ أن تمزيق الصور بعض الجهات السياسية أكيد هو صراع انتخابي، وبالتالي ينعكس هذا على العملية الانتخابية. أعتقد إن كان هناك يعني عملية توعية فيما يخص الثقافة الانتخابية وكذلك يعني العملية الديمقراطية فيما يخص عملية الانتخابات، بالتأكيد سوف نتجاوز هذه المرحلة. يفترض بالمرشحين وجمهور المرشحين أن يعوا أن هناك عملية انتخابية يجب أن تكون يعني متميزة فيما يخص التعبير عن الرأي وكذلك التطلعات فيما يخص العملية الانتخابية التي هي ضمن يعني أطر الديمقراطية. مواطنون آخرون أشاروا أيضا إلى أن عملية تمزيق صور المرشحين لن تغير في المعادلة شيئا، مؤكدين أن المشاركة في التصويت للمرشحين ضمن عملية الاقتراح هي من سوف تحدد مستقبل هذا المرشح أو ذاك. ما نشوف هاي الظاهرة ظاهرة حضارية، بالعكس يعني هاي الظاهرة تنعكس سلبا على أهل البصرة، وإحنا ما نقبل هذا الشيء، ما نقبل للبصرة إلا كل خير. هذا الشخص ما محتاجه، لا تنتخبه، مو تمزق صورة، هذه ظاهرة غير حضارية وما اعتبرها وطنية. موجة اعتراض أعلنها مواطنو البصرة بعد تمزيق صور المرشحين، فيما أكدوا على أهمية الدخول بمنافسة شريفة لتمثيل الشارع البصري في مجلس المحافظة المقبل. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.